السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. كديرين؟ لاباس عليكم بخير، عواشركم مباركة وعيد مبارك سعيد أضحى. إن شاء الله يدخلوا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة. اليوم إن شاء الله غادي نديروا واحد الكيكة زوينة، كتجي بحال كيك طارت يعني بالتفاح، كتجي غزالة. قال لكم ديروها بالتفاح أو لا بالخوخ أو لا شي فاكهة، يعني من غير داك يعني الفواكه اللي كيتقطعوا بحال هكذا، سهلة وما فيهاش كثرة المكونات وكتوجد في الحين يعني، وزوينة في هذا الصهد هذا. ندوزو دابا المقادير اللي هما ساهلين. عندي الكاس العنبه، هو باش غادي نعبر غادي ناخد به العبار. عندي بيضه واحده تكون متوسطه او لا كبيره، وعندي نص كاس د الزيت ونص كاس د الماء، يمكن نبدلوه بالحليب. عندي تفاحه واحده، وعندي خميره واحده وفاني واحده، وعندي ثلاثه د المعالق كبار ديال السنيده، وكاس ونص حتى جوج ديال الدقيق. حنا غنشوف الخليط، المهم خص الخليط يكون شويه ثقيل على وداش ملي غادي نحطو فيه التفاح ما يهبطليناش. غادي نعبر ثلاثه د المعالق كبارين ديال السنيده، ننزلهم يكونوا كبارين مزيان على حسب الذوق ديالكم، يمكن لكم ديروا كثر السكر الا بغيتوها تكون حلوه. المهم هكا كتجي هي هذيك، ما كتجيش حلوه وما كتجيش مسوسه. غادي نضرب دابا البيضه مع السنيده مع الفاني. بعد ما دابت لي السنيده غادي نضيف داك الزيت شويه بشويه بحال اللي كنصايب المايونيز، حتى كيندمج الزيت مع الخليط. كنعاود نخلط مزيان ونزيد داك الكاس، داك نص كاس د الماء، وعاد كنضيف ضيف الدقيق وديك نص حمضه كنعصرها وحطيت قد الملحه. وبطبيعه الحال غادي نغربل ديك الخماره مع الدقيق. بعد ما نغربله صافي. دابا كنخلطو كامل داكشي. كنجيب المول، اختاروا اي مول عندكم، يمكنكم ديروا داك لي طارتولات صغيورين انديفيديال، ولا ديروا هاد هاد بحال هكذا هاد الشكل، وكاين دائري. كدهنوها بالزبده ولا الزيت وتغبروها بالدقيق وتخوفوا فيها الخليط، تسرحوه كيكون شويه قاصح صافي. وكتقطعوا التفاح دي طرونش وكتنزلوه فوق منها. طبيعة الحال التفاحة ما تنقيوهاش قبل باش ما تأكسدش، يعني اللون ديالها ما يكحلش دغيا في البلاصة. حتى كتخويو الخليط في الطاوق عاد كتقطعوها وتستفوها فوق منها، والفران يكون مشعل سخون، كتدخلوها وتنقصوا النار كتخليوها متوسطة، تحسبوا ليها 20 دقيقة صافي كتكون واجدة. إلا خليتوها أكثر كتقصح وما كتجيش زويونة، كتجي هكذا خفيفة واللون ديالها ذهبي وزويون.
بعد ما كندير التفاح بحال هكذا كنديروا الوسط، حيت الا بغيتوا ديروا جوج تفاحات راه كديروا ديروا نص هنا ونص هنا، ولكن انا بغيت ندير غير في الوسط باش الجوانب ديروا فيهم البيبي دو شوكولا، ولا حتى اللوز، حتى اللوز كيجي زوين معاها، ولا الزبيب. المهم الطريقه اللي عندكم موجود كديروه. انا كنت غادي ندير اللوز ولكن ما عنديش كافي، عندي غير شويه ما بقاليش بزاف، فضلت ندير البيبي دو شوكولا حتى هو كيجي زوين. صافي كندخلوها للفران، كنخليوها حتى كطيب، كنخرجوها كندهنوها في البلاصه بالكونفيتير ديال المشماش، كيجي مواتي معها كيجي زوين. الا عندكم الليمون حتى هو كيجي معاه مواتي، كيجي المذاق ديالو زوين مع التفاح. صافي وقدموها بالصحه والراحه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. والله يدخل عليكم عيد الاضحى مبارك بالصحه والسلامه والهنا لكم ولجميع الامه الاسلاميه يا ربي. هيا دابا الكيكه بعد ما طابت لينا خرجتها من الفران باقا سخونه، يعني نخليها حتى تبرد شويه وعاد نحيدها من المول، ودابا غادي ندهنها بالكونفيتير على ما تبرد وعاد نحولها لطبق التقديم. غادي نقطع لكم واحد المرسوم منها باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. صافي والى اللقاء.